اشرح لكم موضوع الكاسيت هذا اللي راح يطلع لكم او يطلع للاطباء والدكاتره راح يوفونا وزاره الصحه خلال 5 الى 10 دقائق اذا كنت مصابه او لا، مو 5 و6 ساعات ويوم ويومين مثل ما قاعد اشوف في العالم الحين. هذا الحين قص الوقت مو بالنص، خلى من خلال 5 الى 10 دقائق راح تعرف النتيجه وانت ان شاء الله واقف. تفضل دكتور. زين اشرح لي مالك امر. ماشي، هذه فكرتها بسيطه جدا. هني نحط السامبل، تمام، اللي هو الدم. الدم نحط بعدها البصر نقطتين الى ثلاث، ايه اللي هو المحلول مثل هذا اوكي. انزين، وبعدين ننطر من 5 الى 10 دقائق، وبعدين يطلع السي اي كنترول. اذا طلع احد من الانتي بوديز هذيلي معناتها الشخص مصاب بفيروس كورونا. تمام، وان شاء الله متى راح يكون هذه طريقه الفحص الجديده متوفره في وزاره الصحه؟ ان شاء الله راح توصل الطياره يوم الاربعاء، يوم الخميس بالكثير ان شاء الله راح نوزعها على يوم الاحد ان شاء الله. كما حذر الأطباء من الإعلانات التجارية الترويجية لآلة فحص كورونا، داعين الناس إلى عدم الانسياق وراءها وعدم الوقوع في هذا الفخ، مجددين التأكيد أن آلية الفحص هذه غير دقيقة وغير مضمونة النتائج.